مشاهدينا اهلا بكم الى نشره الظهيره تتابعون فيها. تتواصل فعالية الدورة 14 من الموسم السنوي لطنطان بتنظيم معارض للصناعة التقليدية تقدم المصنوعات الفضية واللباس التقليدي الصحراوي. بأكادير مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعمل على توزيع تجهيزات لفائدة عدد من السجناء المفرج عنهم لمساعدتهم في إطلاق مشاريع مدرة للدخل الخاصة بهم. سلامة المصطافين مرتبطة بتواجد المنقذين والتدخل أثناء حالات الغرق. نتابع دور هذه الفئة وطبيعة تكوين المنقذ من طرف مديرية الوقاية المدنية. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى يعقد المجلس يومي 6 و7 يوليوز الجاري بمراكش دورته العادية 26. وذكر بلاغه للمجلس العلمي الأعلى أن لجنة المجلس ستعكف خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بحصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية وتوصيات اللجان المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاتها. كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى ولا سيما المادتان 5 و6 منها دراسة تدابير العملية للالتقاء بعمل المرأة العالمة والمرشدة الدينية وأمانات العلماء ووظيفتها في ترسيخ ثوابت الأمة وتحقيق الأمن الاجتماعي والمؤسسة العلمية وجسر لتوطيد العلاقات الدينية وتعزيز القيم الإنسانية مغربيا وإفريقيا. عقد صباح اليوم مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني واستهل المجلس أشغاله بعرض حول البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2018. إثر ذلك تدرس المجلس 3 مشاريع قوانين تهم تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة والمراكز الاستشفائية وكذا إحداث جائزة المقاومة والتحرير. كما تدرس المجلس الحكومي اتفاقا للتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجرائم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان. الصناعة التقليدية بأقاليمنا الجنوبية تتميز بإبداعها وتنوعها وذلك يتجسد في المنتوجات المعروضة والتي تتوزع ما بين المصنوعات الفضية واللباس التقليدي الصحراوي والأواني المنزلية. منتوجات تم عرض نماذج منها بالمعارض المقامة بالموسم السنوي لطنطان حيث تتواصل فعاليات الدورة 14 من هذه التظاهرة. ولمعرفة المزيد عن الصناعة التقليدية بهذه المنطقة معنا مباشرة من طنطان السيد طالب بويا العتيق المندوب الجهوي للثقافة بجهة قلميم ودنود. سيد العتيق كيف تنظرون إلى الموروث الثقافي الذي تزخر به أقاليمنا الجنوبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الجهة موروث متنوع وجيد وجميل وقد عرف تطورا كبيرا من خلال المراحل التي قطعها، فلقد كان على طريقة معينة ثم ما لبث أن تطور تبعا لتطورات الحياة في المجال الصحراوي بصفة شاملة، فأصبح هذا الموروث الجميل يواكب الحياة المتطورة لدى مجتمع البيضان أو مجتمع الصحراء كما يمكن أن نسميه. على كل حال هذا الموروث تقلب في عدة تقلبات فأصبح بمثابة المحور المجسد للكثير من الحياة الصحراوية وذلك لتنوعه سواء تعلق الأمر بالأواني أو بالحلي أو بالمعروضات الجلدية إلى غير ذلك، فهذا التطور أصبح يبوئ المنتوج الصناعي التقليدي أصبح يبوئه مكانة هامة داخل النسيج المجتمعي سواء في الصحراء أو خارج الصحراء داخل أقاليم المملكة.
سيد العتيق، موسم طنطان يحتفي هذه السنة بالثقافة الحسانية، ما هي خصوصيات هذا المكون من الثقافة المغربية؟ من الطبيعي على أن موسم طنطان هو يحتفي ليست في هذه السنة فحسب، ولكن في كل سنواته يحتفي بالموروث الثقافي، وهذا المكون الهام الذي يعتبر جزء من الثقافة المغربية المتنوعة الدلالة والعطاء. فعلى كل حال يبقى الموروث الحساني بجميع تجلياته، سواء تعلق الأمر بالعادات والتقاليد أو بالتغذية أو بالمصنوعات الجلدية أو بمصنوعات الصناعة التقليدية، يبقى جزء من حياة الإنسان الصحراوي. وعلى كل حال فهذا الارتباط العضوي الوثيق ما بين المكون الحساني والشخص الحساني يبقى هام جدا، ويأتي موسم طنطان هذا لكي يجسد هذه الدلالة ولكي يرسخ من سنة لأخرى. سؤال آخر سيد العتيق، كيف ترون آفاق الموروث الثقافي للمنطقة بكل تمظهراته، وما هي السبل الكفيلة للمحافظة عليه؟ من أهم السبل الكفيلة بالمحافظة عليه هذه المواسم، خصوصا موسم طنطان هذا الذي يعتبر محطة سنوية تجسد أهمية هذا التراث، فضلا عن ما تقوم به بعض الجمعيات مشكورة وما يقوم به وسائل الإعلام الرسمية في إظهار وإبراز هذا المنتوج الثقافي الهام. ولهذا نحن دائما نستبشر خيرا عندما يقام هذا الموسم، موسم طنطان أو بعض المواسم الأخرى التي تكون مصاحبة طيلة السنة، التي تجسد الموروث الحساني بجميع تمظهراته وتجلياته. وهذا شيء مهم، لأنه هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للشباب أن يأخذ منها وأن يحافظ على استمرارية هذا الموروث أمام العولمة الجارفة وأمام التطور العلمي والتطور التكنولوجي خصوصا الذي يهدده من حين لآخر. ولكن بإقامة هذه المواسم وهذه الأنشطة نحن مطمئنون على المحافظة على هذا الجانب من التراث الذي هو جزء من حياة الإنسان الصحراوي. سيد طالب بويا العتيق، المندوب الجهوي للثقافة بجهة قلميم ودنون، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من طنطان. نفتح صفحة الأنباء الدولية من الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وترحيلهم من أرضهم بالقوة يؤكد ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له. في الملف السوري، نفذت قوات النظام السوري مئات الضربات الجوية على بلدات في محافظة درعا في جنوب سوريا بعد إعلان فشل المفاوضات بين فصائل المعارضة المسلحة وروسيا لتسليم السلاح مقابل وقف إطلاق النار. إبراهيم البرزقي. من جديد عاد القصف الجوي والمدفعي ليهز مواقع سيطرة المعارضة المسلحة جنوب غرب سوريا، مباشرة بعد إعلان فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثل المعارضة والجانب الروسي الذي يمثل النظام السوري. قصف قوات النظام لهذه المواقع والقريبة من الحدود الأردنية شمل مدينة صفد بريف درعا الغربي وبلدة صيدا في ريف الشرق، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات قد فشلت حسب ما ذكرت المعارضة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تسليم المعارضة لسلاحها، فهذه الأخيرة طلبت أن يكون تسليم سلاحها الثقيل تدريجيا ومتزامنا مع انسحاب قوات النظام، في حين أصر الجانب الروسي على أن يكون التسليم دفعة واحدة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئتنا اليوم بناء على طلب تقدمت به الكويت والسويد لبحث التطورات الميدانية وانعكاسات العملية العسكرية التي تشنها القوات السورية وحلفاؤها على المعارضة في الجنوب الغربي للبلاد. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من الوضع الخطير الذي يواجه حوالي 270 ألف مدني أرغمتهم هذه العملية على النزوح باتجاه الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان المحتل. بعد رحلة طويلة رست سفينة أوبن أرمز في ميناء برشلونة في إسبانيا التي فتحت موانئها أمام سفن المنظمات غير الحكومية لإنقاذ 59 مهاجرا في البحر المتوسط، وذلك بعد أن رفضت بلدان أوروبية مثل إيطاليا ومالطا استقبال هؤلاء المهاجرين.
تمكنت البحرية الليبية من إنقاذ 276 مهاجرا غير شرعي شرق العاصمة طرابلس، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية أحدهم في حالة غرق قبل وصول الدورية، وينحدر هؤلاء المهاجرون من 14 جنسية إفريقية مختلفة. قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أنه سيرأس اليوم اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية لبحث تعرض شخصين في جنوب إنجلترا لغاز الأعصاب نوفيتشوك، ويأتي هذا الحادث بعد الهجوم الذي وقع على الجاسوس الروسي السابق وابنته بنفس غاز الأعصاب في مارس الماضي. إدارة الموارد البشرية والمحلية في إفريقيا، القوانين وآليات التحفيز موضوع الدورة الثانية لمجموعة التركيز الثانية التي تنظمها بالرباط الأكاديمية الإفريقية للجماعات الترابية التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، والهدف إحداث فضاء للتبادل الجماعي بين مختلف الفاعلين لرفع التحديات التي يواجهها تدبير الموارد البشرية على الصعيد المحلي. في المتابعة هدى مسهل وعبد الإله مزاحي. أغلب البلدان الإفريقية ترى في إدارة الموارد البشرية واحدة من الحلقات الضعيفة في عملية إصلاح وتحديث الإدارة العمومية محليا، واقع يفرض اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات تماشيا مع الأهداف الإنمائية. في هذا الاتجاه صبت فعالية هذا اللقاء، فما هو هدفه؟ الهدف من هذا اللقاء هو تفعيل مرصد الموارد البشرية بالجماعات الترابية الإفريقية اللي كتشتغل عليه الأكاديمية، واللي من المرتقب يقوم بإنجاز واحد التقرير شامل عن وضعية الموارد البشرية وتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية بالقارة الإفريقية، اللي غادي نقدموه إن شاء الله خلال مؤتمر أفري سيتيز. اللقاء تناول الآليات والممارسات الجيدة في مجال تحفيز الموارد البشرية، وكذا تحديد المعايير في مجال تدبير وتطوير الكفاءات والقدرات، واعتماد مقاربات كفيلة بوضع استراتيجية التدبير هذه على سكة الإصلاح والتحديد. فكيف ذلك؟ ضروري أن يكون هنالك تكامل وتواصل بين المستوى الوطني والمستوى المحلي، بين المستوى المركزي والمستوى الجهوي. ضروري كذلك أن تكون نوعية المشاريع ونوعية العمل الذي يوكل إلى المسؤولين على المستوى الجهوي فيه مضمون محفز. بالنسبة لنا التفكير في التحفيزات المادية والمعنوية، كذلك البحث في الوسائل النهوض بالأوضاع الاجتماعية ديال الموارد البشرية، حنا كنعتبروا هذا واحد المكون أساسي ديال الجماعة الترابية. اللقاء ناقش أيضا الإدارة الجيدة للموارد البشرية باعتبارها واحدة من المتطلبات الأساسية للحكامة المحلية الجيدة، والتي تعتبر أداة استراتيجية للتحفيز والأداء والاحتراف داخل الإدارة العمومية المحلية. بأكادير استفاد عدد من السجناء المفرج عنهم من عملية توزيع تجهيزات تساعدهم على إطلاق مشاريع مدرة للدخل خاصة بهم. هذه المبادرة تشرف عليها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في إطار دعم المقاولات الصغرى. روبورتاج حيجب التمكنبرغ زمني وعز الدين أبو الجيوش. 22 من السجناء السابقين بكل من أقاليم ترودانت، أكادير، إيداو تنان، تيزنيت وإنزكان أيت ملول استفادوا من عملية توزيع مشاريع مدرة للدخل توزعت على القطاعات التجارية والخدماتية وكذا الحرفية. دفعت البروجي ديال البستانة وخرجوا لي جميع الماتريال ديالي، كنتمناو خير وبصراحة يعني الحمد لله هادشي مزيان، يعني غادي يفيدني انا بعدا في حياتي الاولى، غادي يعني غادي نرتاح فيه ان شاء الله. هذه المبادره مزيان وحنا راه استفدنا ديجا من السجن، الحمد لله خرجنا بالدبلومات ولقينا مشاريع قدامنا، وهذا الشيء كيستفد لينا القدام ان شاء الله في المستقبل ديالنا وديال وليداتنا. عملية تأتي بدعم من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وتدخل في إطار برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي. والحمد لله المشاريع متوزعة ما بين ما هو حرفي وما بين ما هو خدماتي وما بين ما هو يعني في تدخل في مجال البيع
يعني هو العرض والبيع. فنتمنى ان شاء الله المستفيدين بعد ما خضعوا مجموعة من الورشات وتتبع المرافقة ديال المركز رأي الحقيقة والمرافقة الاجتماعية اللي سهروا على هذه العملية، نتمنى إن شاء الله أن يتفتح أبواب الأمل في المستقبل القريب ويندمجوا في المجتمع. مشاريع تضامنية ستمكن هؤلاء السجناء المفرج عنهم إلى مساعدتهم في تسهيل إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية ودخول عالم الشغل لتنمية قدراتهم الذاتية وتوفير دخل قار لهم ولأسرهم. 46% من التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا بجهة درعة تفيلات حصلوا على ميزة، تفوق تم الاحتفال به على مستوى الجهة من خلال تتويج هؤلاء المتفوقين بمعية تلاميذ من مستويات أخرى. روبورتاج مع كرومبي ونور الدين نافعي. كافة الأطر الإدارية والتربوية هو يوم للتتويج، تتويج مجهود سنة كاملة، حفل لتكريم المتميزين والذين ثابروا بمساعدة محيطهم العائلي والتربوي فتفوقوا. حصلت على معدل 18.05 في شعبة الآداب المرتبة الأولى جهويا. أنا جد سعيدة ومسرورة لتواجدي هنا. حاصل على الرتبة الأولى في المغرب شعبة الوسائط المتعددة وتصميم مواقع الويب. حصل على الرتبة الأولى جهويا في شعبة العلوم الاقتصادية بمسلك التدبير المحاسباتي بمعدل 18.13. حائزة على المرتبة الأولى في علوم رياضية وجهة درعة تفيلات. الحمد لله تمكننا أننا نحصل على هذا الشيء بفضل الله وبفضل مجهودات ديالنا وبفضل الوالدين ديالنا والأساتذة ديالنا. النقط العالية لتلاميذ جهة درعة تفيلات جعلتها تحتل المرتبة 5 وطنيا من حيث عدد الناجحين بتفوق. التمييز ديالنا في عدد الميزات بحيث أنه 650 ميزة حسن جدا وحوالي 1000 ميزة حسن و 3000 ما يفوق 3000 ميزة مستحسن. حفل التتويج ومناسبة لإبراز فخر الجهة بأبنائها البررة والذين وصلت نسبة الحاصلين منهم على ميزة إلى 46% من الناجحين. نتحول صوب أصيلة ومهرجانها الثقافي. هذه التظاهرة الثقافية خصت الأطفال بحيز من أنشطتها الفنية من خلال تنظيم ورشة فنية للرسم مكنت الأطفال من إطلاق العنان بإحساسهم الفني في ملامسة الريشة والألوان. روبورتاج خديجة زروال، محمد الناصري وعز الدين أبو جوش. أطفال من أعمار مختلفة يجدون أنفسهم في قلب العملية الإبداعية. في هذه الورشة التي هي عبارة عن مختبر يصنع فنان الغد، أطفال لهم هواية الرسم وآخرون يمسكون لأول مرة الريشة. أنا الهواية ديالي هي الرسم، الشيء كنجي لهنا بالزمن نزيد نطور في الرسم ونزيد ندير لوحات مزيانة إن شاء الله. تعلمت باش نرسم بحال الناس، كواكب، فضاء. نرسمو الوجه، كيعجبني الحال وكنتعلمو نرسمو وكتلقنا الأستاذة شنو كان رسمو كنتعلمو نرسموها. رسومات لأطفال تركوا أحاسيسهم الرقيقة وموهبتهم الفطرية تقودهم نحو إبداعات سذجة، والتأطير يكون من فنانين مروا وهم صغار عبر هذه الورشة. عنا الطفل من 4 سنوات إلى 16 سنة، عنا أفواج باش كنعطيو الفرصة نجمع الأطفال. والهدف طبعا ديالنا اولا نكتشفوا الفنانه الصغار من الاول كيرجعوا كبار فنانه بحال اللي كاينين دابا. هاد الامثله موجوده عندنا. يبقى مهرجان اصيله مشى لاستخلاص رحيق الابداع من وجدان الطفوله. فصل الصيف فصل الاستمتاع بالشواطئ والمسابح، وأي فضاء اصطياف يحتاج لوجود منقذي ومدربي السباحة الذين تتمثل مهمتهم الأساسية في الحفاظ على سلامة المصطافين والتدخل أثناء حالات الغرق. عن دور ومسؤولية هذه الفئة وطبيعة تكوينهم من طرف مديرية الوقاية المدنية نتابع الروبورتاج إبراهيم أفاق ومحمد العروي. شاطئ عين دياب بالدار البيضاء وانطلاق سفارة منقذي السباحة للإعلان عن حالة غرق لينطلق رجال الإنقاذ نحو الحالة مستعملين بذلك خبراتهم ومؤهلتهم التدريبية بالإضافة إلى الوسائل اللوجستيكية للإنقاذ، لكن هذه المرة هو فقط تدريب يستفيد منه معلم السباحة استعدادا لأي طارئ.
هذه عمليه ديال انقاذ واحد الغارق، هي تتبقى ما بين الدروس اللي تنتلقاوها باش نحاولوا ننقذوا المصطافين ولا اللي تيطيح بواحد الحاله ديال الغرق، وبمساعده ديال الوسائل اللوجستيكيه اللي تتوفروا على الوقايه المدنيه. هذا الامتحان هو امتحان الغطس كذلك مده 20 متر، وكذلك انقاذ واحد الدميه اللي على شكل انسان من واحد العمق ديال 3 متر، وايضا كيتمشى بها واحد 20 متر. فهذا الامتحان كيحاكي الواقع اللي غيشوف هو اثناء مزاوله ديال المهنه ديالو. هاد الناس هادو كيخضعوا لهذا الامتحان، زياده على ذلك عندهم واحد الدوره تكوينيه في اطار الاسعافات الاوليه باش غيولي منقذ مسعف. يشتغلون بشكل موسمي طيلة 12 ساعة يوميا، يحملون صفارتهم وكلهم انتباه نحو المصطافين، هدفهم تأمين ظروف سباحة آمنة، إلى جانب دورهم في التوعية والتحسيس بضرورة احترام الإرشادات واتباع التعليمات من قبل المصطافين. التعامل خصو يكون تعامل إيجابي بالنسبة للمطرنجورة، هما عندهم العمل ديالو بمصلحة ديال المواطن، المواطن خصو يكون ديما مستجيب لهذه الخدمة هذه، لأن ملي كاين بعد شي واحد كيدخل داخل السباحة كيبقى يصفر عليه ما تيسمعوش كاع، خصو يكون واحد التجاوب بعد ملي كيصفر عليه يكون بنادم كيوعى. كاين تحسنات في هذه السنوات الأخر، كاين شوية ديال التحسنات وكاين إقبال على البحر في أيام الصيف، كيكون الاكتظاظ شوية وكنشوفو كيراقبو بزاف، كاين يعني كيديروا الواجبات ديالهم، خص المواطنين خصهم يستجبوا للناس اللي مكلفين بهذا الشيء. هي إذن مسؤولية جسيمة يقوم بها منقذو السباحة على امتداد شواطئ المملكة، ومهمتهم تتوزع بين التوجيه الإرشاد والإنقاذ، والتكوين الميداني أكسبهم خبرة كبيرة في إنقاذ المصطافين. وافقت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو على إدراج 19 موقعا جديدا ضمن قائمة التراث العالمي، ليصل عدد المواقع المدرجة في القائمة إلى 1092 موقعا ب 167 بلدا. وتضم القائمة التراث العالمي 13 موقعا ثقافيا وثلاثة مواقع طبيعية، ثلاثة مواقع ثقافية وطبيعية في آن معا، ووافقت على امتداد موقع طبيعي. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. تتواصل فعالية الدورة 14 من الموسم السنوي لطنطان بتنظيم معارض للصناعة التقليدية تقدم المصنوعات الفضية واللباس التقليدي الصحراوي. في أكادير مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعمل على توزيع تجهيزات لفائدة عدد من السجناء المفرج عنهم لمساعدتهم في إطلاق مشاريع مدرة للدخل الخاصة بهم. سلامة المصطافين مرتبطة بتواجد المنقذين والتدخل أثناء حالات الغرق، تابعنا دور هذه الفئة وطبيعة تكوين المنقذين من طرف مديرية الوقاية المدنية. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا في أمان الله.